ونحن دائما نشعر أن هناك علاقات وأواصر تاريخية تجمع بين الشعبين اليمني والمغربي. ولا أزور منطقة في المغرب إلا أجد كثير من الأسر التي تشعر بأنه امتداداتها هي أتت من اليمن. لذلك اليمنيين دائما يشعروا بدفء كبير جدا في المغرب، ولكن كذلك نحن نشعر بهذا الدفء من خلال يعني اهتمام جلالة الملك واهتمامكم شخصيا وكل الحكومة المغربية بتطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين اليمن والمغرب. ونحن الحمد لله قطعنا شوط كبير جدا. نحن دائما نقدر موقفكم السياسي الواضح المبدئي منذ بداية هذه الأزمة وقبلها. كنا دائما نجد الإخوان في المغرب ونجد المملكة المغربية دائما مواقفها تجاه القضية اليمنية، تجاه وحدة واستقرار وأمن اليمن، تجاه دعم الشرعية السورية في اليمن، تجاه دعم مجلس القيادة الرئاسي ودعم جهود السلام في اليمن القائمة على المرجعيات الدولية المتفق عليها وخاصة القرار الدولي 2216. كل هذه محل تقدير دائم. نحن دائما ننسق في معظم القضايا ذات البعد الإقليمي، واليوم ناقشنا كثير من المواقف المشتركة فيما يتعلق في ليس فقط في ملفاتنا الثنائية ولكن في القضايا ذات البعد الإقليمي، وننسق كذلك في من خلال المنظمات الدولية. نقدر كذلك اهتمام وحرص المغرب على الملف الإنساني اللي هو نتاج للأزمة السياسية ونتاج للانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشرعية الدستورية، وما يحصل الآن وما تقوم به هذه الميليشيا من دور سلبي يؤكد طبيعة القناعات المشتركة التي لدينا والتي كنا نقول فيها دائما أنه لا يجب أن تمنح أي جماعة يعني نستيت أكترز جماعات غير رسمية يعني القدرة على القيام بهذه الأفعال وشرعنتها أو تطبيعها بأي شكل من الأشكال. كذلك كانت فرصة بأن أحيط أخي ناصر بآخر تطورات الملف اليمني وما يتعلق بالجهود المبذولة يعني إعادة العملية السياسية وتحقيق السلام في اليمن في ضوء ما تشهده المنطقة وفي ضوء ما يحصل من اعتداءات في غزة وعلى أهلنا في فلسطين. لذلك نحن أنا أؤكد لك ثانية بأن نحن يعني مواقفنا تتطابق في كثير من القضايا. نحن نقدر ونشكر كثيرا موقف المملكة المغربية. نحن نؤكد موقفنا الدائم والثابت تجاه كل القضايا الوطنية التي تهم المغرب، وفي المقدمة منها التأكيد على الوحدة الترابية للمغرب وعلى مغربية الصحراء. هذا موقف ثابت نعبر عنه بشكل دائم. نحن نقدر ونشكر كل التسهيلات التي تقدمها المغرب، ونتطلع قريبا بإذن الله كما اتفقنا على دورة قادمة إن شاء الله نراجع فيها عدد كبير من البروتوكولات، وإن شاء الله في يناير أو فبراير ستكون في هناك زيارة من وكيل الوزارة لمناقشة جملة من القضايا ذات البعد القنصلي. وهنأكم ثانية كذلك على استضافة المنتدى العربي الروسي الذي نحن اليوم هذا اللقاء هو على هامشه، وإن شاء الله دائما تكون المغرب بكل مدنها حاضنة لمزيد من الفعاليات العربية والإقليمية والدولية. شكرا أخي ناصر.